وعشان كده احنا دايما بنشتغل دايما بنشتغل دايما بنشتغل. ايه اللي حصل خلال يومين ثلاثة اللي فاتوا؟ الدنيا كانت مفتوحة والإعلام كله بيروح للنادي الأهلي، ولكن قرر المدير الفني للنادي الأهلي مستر ريني فايلر انه يقفل على الفرقة. ليه عايز يقفل على الفرقة؟ لأنه هو حس من ساعة ما جه ان خسارتنا للبطولات دي مش حاجة سهلة. خسارة الجمهور او خسارة النادي الأهلي للبطولات دي مش حاجة سهلة. الناس تقول لك يعني يا جماعة بسم الله ما شاء الله عندكم 41 دوري وعندكم 8 بطولة أفريقيا وعندكم أعلى أندية العالم دلوقتي تتويجا، وهقول لحضراتكم دلوقتي الإحصائية، والناس كلها بتتكلم عن النادي الأهلي، العالم كله وميرور الإنجليزية النهاردة بتتكلم عن النادي الأهلي أو امبارح كانت بتتكلم عن النادي الأهلي، وهتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع. سيبوا الناس تاخد يعني حاجة، مفيش مشكلة، احنا ما عندناش مشكلة على فكرة، وألف مبروك للي كسب ومفيش غضاضة من جوانا، ولكن احنا زعلانين إن احنا كأهلاوية ما خدناش البطولة دي. اي بطوله بنخسرها، اي بطوله بنخسرها دايما بنبقى كده، وهو ده اللي دايما بيخلينا كاهلاويه ان احنا عايزين نكسب البطولات اللي جايه. عندنا شره وحاجه من جوانا كده بتقول لنا لا، دايما عايزين ناخد البطولات، دايما عايزين نكسب البطولات. لو بقينا زي بعض الناس ما بتشوف او بتفكر، ها، مش هتلاقي عندنا الدافع الدائم ان احنا دايما نبقى عايزين نكسب البطولات. الدافع الأول دائما للنادي الأهلي هو البطولات. عندك جمهور 60 70 مليون 80 مليون بيشجعوا النادي الأهلي أو أقل أو أكتر شوية. فدايما ال 60 70 مليون دول أنت بتحطهم قدام عينك. وعارف إن هم واقفين ورا ظهرك دايما. هو ده دايما اللي إحنا بنفكر فيه. فمحدش يقول لي أصل يعني يا جماعة ما خلوا الناس تاخد بطولات، خلي كل اللي عايز ياخد بطولة ياخد بطولة، ولكن يجب عليا ان انا اقوي نفسي اكتر عشان بدل ما اخد 3 بطولات في الموسم لا اخد 5 بطولات اللي هم اللي انا بشترك فيهم. والرغبه في الفوز هي دايما اللي بتخلينا عايزين نكسب. والرغبه في الفوز اللي خلت جريده زي جريده ميرور الانجليزيه ان هي تتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي هو الاكثر تتويجا في العالم، ده مش ومش ارقامي ومش اي كلام انا بقوله. لا، على الرغم من ان هم بالمناسبه اخطاوا في حساباتهم في البطولات وما طلعوش النادي الاهلي مش عارف 118 اعتقد مطلعين النادي الاهلي ب 118 بطوله والنادي الاهلي واخد 136 بطوله. فعلى الرغم من كل ده ولكن يظل دائما النادي الاهلي هو اعلى انديه العالم وافضل انديه العالم من حيث البطولات.